حبينا اليوم كونه اليوم الليله الاخيره من ليله راس السنه من سنه 2022. بتعرفي نرمين كل بلد له عادات خاصه فيه بهي الليله، ولكن في عادات اكيد كثير مشتركه بيننا وبين كل البلدان، ولكن هيك اليوم انتقينا بعض الفيديوهات لنستعرضها نحن وانتم. واول فيديوهاتنا هي من الاكوادور. بتسمعي بحرق الفزيعات؟ بتعرفي الفزيعات اكيد. الفزيعات ايه، بس حرق الفزيعات لا. طيب رح نعرفكم على هذا الطقس بالاكوادور بهي الليله تحديدا بليله راس السنه. بتيجي الناس وبتتجمع وبيروحوا لبناء تماثيل على هيئه فزاعات، وبيروحوا بلبسوها ثياب كثير قديمه وبيحشوها نشاره خشب او جرايد قديمه. طبعا هي الفزاعات بتمثل اما شخصيات سياسيه او فنيه او شخصيات من العامه، وبتجمعوا بمنتصف ليله راس السنه على الساعه 12 تماما. بتجمع الناس وبيشعلوا النار وبيروحوا لحرق هي التماثيل. وبهذا العادي بكونوا تخلصوا من كل سلبيات العام الماضي، كنت قلت 2022 العام الماضي، وخلصوا من سلبيات هدول الاشخاص اللي كان عندهم طاقه كثير سلبيه بحياتهم. خلونا نشوف الفيديو. شفنا مع بعض الفيديو اليوم. هيك لو عنا هاي العادة يمكن في كتير تماثيل رح نبنيها أكيد. يعني صحيح، يعني أنا بس بحسها شوي هيك بتخوف هاي العادة، يعني مثلا ممكن حرق الأشخاص أو إلا لو هي يعني تمثيل، بس هيك بنروح لشوي السحر او هيك شيء ما بعرف. هلا هن مثل ما قلت لك بالنهايه عادات بلدان، ورح ننتقل من الاكوادور لليابان يلي ايضا إلى عادات خاصه، وخاصه اليوم رح نحكي عن المعابد البوذيه. بهذا اليوم وبليله راس السنه بكل المعابد ببلش قرع على الاجراس المعبد. عندهم عاده نرمين او طقس بيقولوا فيه انه نحن بهذا اليوم مفروض نضرب 108 ضربات على جراس المعبد، باعتقادهم انه الاول 107 ضربات هي كمان حسب معتقدات اليوم عم نحكي حسب اسطورات قديمه انه رح يتخلصوا من الارواح الشريره يلي رافقتهم العام الماضي، ورح يبلشوا سنتهم الجديده بحظ جديد وناس جديده بحياتهم. طبعا الضربه 108 بتكون هي اعلان للسنه الجديده. على الساعه 12 تماما كل المعابد البوذيه باليابان بيضربوا الجرس وبيروحوا لسجده شكر للسنه الجديده. خلونا نشوف. شفنا ايضا طقس ثاني حبينا اليوم نستعرض اليوم بعض البلدان كيف عم بتعيش هذا اليوم. وهلا رح ننتقل من اليابان لروسيا. اكيد نيرمين زرتي روسيا وكان لك وقفات وذكريات كثير حلوه. هذا الشعب دائما بيهتم بالعيله بشكل كثير كبير. مزبوط. يمكن نحن ايضا كسوريين معظمنا بيروح بهي اليوم ليسهر مع العيله ويسهر مع رفقاته والاشخاص اللي بيحبهم بحياته. الروس دائما بيهتموا بهي الليله او بيحرصوا انه يكونوا موجودين على طاولتهم مع اهلهم، وبيهتموا بزينه الميلاد، بيهتموا بالشجره بالاضاءه، وايضا عندهم عاده كثير حلوه بهذا اليوم بتبادلوا الهدايا والامنيات. اليوم في تبادل هدايا عندك؟
هلا ما في تبادل كونه اول سنه نرمي لازم يكون اول سنه لازم لازم يكون، بس كونه بروسك عم تحكي عن تبادل الهدايا شيء كان ملفت وقت زرناها، تبادل الورد يعني انت بتشوفي بالمتريات كذا حدا بيكون حامل بوكي ورد، انا رايح ازورك الصبح بجيب لك بوكي ورد، فهي من الهدايا اللي كثير بحبوها. خلونا نشوف روسيا واجواء ليله راس السنه بهذا اليوم، هنن بعد الساعه 12 بخلصوا العشاء وتبادل الهدايا وبيستقبلوا السنه الجديده، ودائما بينزلوا الشوارع ليحتفلوا مع الناس، يتصوروا مع الزينة ونشوفوا الفرق الغنائية الجوالي. خلونا نشوف. حلوه هاي الاجواء كثير حلوه عن جد. روسيا هي من اكثر البلدان اللي بتحسي فيها اجواء الميلاد وراس السنه مميزه لا مو لاني رحت عليها، مو لانك رحت عليها، بس احنا بنشوف كثير فيديوهات من زمان كثير بيهتموا بالزينه يعني والاضويه وبيهتموا بالمناسبات ان كان الشخصيه وان كان بالاعياد. هلا نحن يمكن قطعنا سنه عيد ميلاد مناسبه شخصيه بنقول الظروف اليوم ما بتسمح، ولكن هن دائما عندهم اولويه بهي القصص، برغم كل الامكانيات بيحاولوا انهم يعملوا شيء ان كان بليله راس السنه او بالميلاد او حتى بالمناسبات الشخصيه، لانه رشا يمكن دائما عنده الاحتفال بالشوارع اساسي. ما شفنا الفيديو. طيب خلينا نروح ان انا وانت وكل حدا عم يشوفنا لفيديو جديد، وحنشوف اليوم ايضا الاعمال الخيريه كان إلى حصه بليله راس السنه. حنشوف ضمن الفيديو تزلج جماعي لسانتا كلوز، وكان ريع هذا التزلج للجمعيات الخيريه. شو رايك نيرمين بهي التجربه بتعيشيها؟ اكيد كثير انا بحب الثلج، بس بدنا ثلج لنطبق هيك شيء. بتعرفي تتزلجي ولا بدنا نروح للحوادث فيما بعد؟ بتعرفي تتزلجي او نروح حوادث؟ لا اكيد في حوادث 100% في حوادث بيكون. طيب اكيد صحه وسلامه لك يا نيرمين. حنروح لاخر فيديوهاتنا لليوم، وحنروح للصين اللي دائما عندها عالم الخاص ودائما تبهرنا بقصص كثير حلوه. بال 2022 استقبلت الصين السنه بتقنيه الهولوجرام، وهي التقنيه عملت بصمه كثير حلوه والناس كثير حبتها، وكان في على مواقع التواصل الاجتماعي كثير اشارات استفهام للتقنيه اللي استخدمتها الصين باستقبال 2022، حتى قالوا انه كان في رسائل سياسيه حاولت توصلها الصين. خلينا نشوفها. Thank you.